احنا بالمستشفيات انقصفنا ودمرنا، سيبنا المرضى العناية المركزة في النصر للأطفال تركناهم على الأسرة، ما قدرنا ناخد أي مريض، مصابين في الاستقبال وعايشين بتنفسوا، ما قدرنا ناخد أي مريض، وطلعنا تحت الدبابات وتحت الجيش والطخ حوالينا والقصف والمدفعي داخل المستشفى، داخل المستشفى. الحمد لله اللي احنا نجينا بروحنا، والحمد لله اللي وصلنا لهذه البواصيل. بس انا بقول كلمة لكل العرب اللي بيحضروا الفيلم تبعنا، لوين ايش بتطلعوا؟ ايش بتسووا قاعدين على الكراسي؟ اتحركوا، غزة محتاجة لإغاثة، غزة محتاجة للصليب الأحمر، غزة محتاجة للصحافة، غزة محتاجة للناس تنقل أخبارها تسعدها. اللي بنطخ هناك، اللي بتصوب هناك بموت، اللي بتصوب بموت. الشهداء على باب مستشفى النصر مرميين، على الرنتيسي، على العيون. الرجاء لكل من هو إنساني ويدعي الإنسانية يتوجه لإغاثة قطاع غزة. شو اسمك حضرتك؟ فادي أبو ريالة. طبيب ممرض. أنا ممرض في أطباء بلا حدود، وأشغل في قسم العمليات مستشفى الشفاء، أنا موظف صحة طبعا، وأشغل مع مؤسسة أطباء بلا حدود، منظمة عالمية. وللأسف لا أطباء بلا حدود ولا الصحة ولا الإسعافات